بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة جيوتيرن ومدونة جيوتيرن، واللي بتهتم بتوفير البيانات المجانية أو البيانات مفتوحة المصدر للباحثين في مختلف التخصصات. النهاردة إن شاء الله هنعمل تجربة سريعة إزاي نحمل بيانات مناخية مجانية من موقع وكالة ناسا. في الحقيقة يعني أغلب الباحثين الجغرافيين عارفين كويس قوي إن البيانات المناخية فيها مشكلة كبيرة. لما بنروح نطلب البيانات المناخية من الهيئات المختصة في هيئة الأرصاد الجوية، بيحاسبونا أو بيخلونا ندفع فلوس في أو نشتري الداتا دي. الحقيقة الداتا دي غالية جدا، وأغلبنا كباحثين ما بيقدرش على تكلفتها، فبيضطر يجيبها من أي حد من زمايله أو ياخدها كوبي من أي رسالة. لكن دلوقتي الحمد لله مواقع كتير جدا بتوفر الداتا دي، منهم أو من أفضل المواقع في رأيي وفي وجهة نظري موقع وكالة ناسا اللي هنشوفه بعد شوية. الموقع في الحقيقة هو ده، وهسيب لحضراتكم الرابط تحت الفيديو. وده يعني انترفيس كده مشتق من موقع وكالة ناسا، وفي الحقيقة موقع وكالة ناسا عنده كتير من الابليكيشنز المتخصصة في البيانات المناخ وبيانات البيئة والمرئيات الفضائية وغيرها، منهم الباور ليريك ده بتاع ناسا، واللي بيهتم بتوفير البيانات المناخية. طيب لما ادوس على الرابط هيفتح معايا الموقع ده. الموقع ده بسيط جدا وسهل ومش محتاج اي ابتكارات، محتاج شوية تركيز صغيرين هنا في الجنب ده، او ممكن يكون عندك في الجنب ده في اي كان الجنب اللي هيظهر عندك القائمة دي او التيبل اوف كونتنت ده. دي الكريتيريا او المعايير اللي حضرتك بتحدد على اساسها البيانات اللي انت محتاجها لاي منطقة، وايه هي البيانات دي والسنة كام او اللي شهر كام او ايا كان. يعني بتحدد المكان وبتحدد الزمان وبتحدد نوع الداتا اللي انت محتاجها. طيب فانا عندي مثلا في رقم واحد بيقول لي choose the user community، اختار المجال اللي انت شغال فيه. انا مثلا شغال في الـ renewable energy ولا sustainable buildings ولا الاجروكليماتولوجي اللي هو المناخ الزراعي. انا مثلا وليكن عندي renewable energy مثلا، بيقول لي choose كمان الـ temporal average، وهنا بين daily و interannual و climatology، يعني يومي أو سنوي أو غير كده. أنا هاخد مثلا الـ international مثلا، أو آسف الـ interannual مثلا، و عايز بعد كده في النقطة رقم 3 انتر اللات واللونج أو اد البوينت تو ماب. لو أنت معاك لات ولونج معروفين اكتبهم على طول، الإكس والواي الموقع اللي أنت محتاج ليه بيانات مناخية. طب لو أنا مش عارف، على طول آخد النقطة دي أدوس عليها كده، وبعدين أو قبل ما أدوس عليها آسف أحرك الأول لغاية الدولة اللي أنا محتاجها. أنا محتاج مصر مثلا على سبيل المثال، وهدوس هنا وبعدين أرمي النقطة بتاعتي مثلا وليكن عند كايرو. كده أنا حددت الـ X والـ Y أو المنطقة بتاعتي. طب أنت محتاج، أنا محتاج داتا سنوية في الشغل بتاعي مثلا، أنا مش متخصص في علم المناخ أو في جغرافية المناخ، فمحتاج داتا سنوية تخدم على جغرافية النقل مثلا عشان أشوف أثر المناخ على الطرق مثلا أو أيا كان اللي أنا محتاج. فأنا هختار الـ time دلوقتي، خلاص حددت المكان وهختار الـ time بتاعي وليكن من سنة 90 مثلا لغاية 2015 مثلا، 25 سنة ومتوسطاتهم يعني. كمان هختار CSV، وبعدين دلوقتي ده اللي هو الامتداد البيانات اللي انت محتاجها، يعني هيدي لك البيانات دي CSV ولا NetCDV NetCDF ولا ايه بالظبط من الامتدادات دي.
انا هاخد السي اس في، انا عايز بعد كده اكسل واشتغل بيه. دلوقتي بيقول لك اختار البارامترز بس ليميت 20 بارامترز، يعني انت متختارش اكتر من 20. انت محتاج بيانات مناخ لايه؟ انا محتاج وليكن ال precipitation اللي هو المطر، والبريجر الضغط الجوي، ممكن الرطوبة النسبية ال relative humidity، ممكن في التمبريتشر مثلا ناخد درجة الحرارة عند 2 متر، ممكن في الويند اخد السبيد عند 10 متر، الويند سبيد 10 متر، وهكذا. وبعدين هعمل سبميت. زي ما حضراتكم شايفين كده هو حمل معايا وجاب لي البيانات بتاعتي. هعمل باك تاني كده علشان اختار سي اس في، بس هنا يعني عاكس المربعات، يعني تقريبا عشان لغة الجهاز بتاعتي. هسبميت تاني. تمام اهو، طبعا دي الامتدادات بتاعت الاوتبوت فايلز، وهنا اللات واللونج، الاكس والواي بتاع المحطة اللي انا واقف عليها، تايم اكستنت من 90 ل 2015، والاليفيشن كمان اللي هو ارتفاع النقطة اللي انا عاوزها عن سطح البحر، وكمان جايب لي شارت اهو، يعني شكل بياني للبيانات. هنا هبدأ اخد مثلا الايه اللي انا محتاجه، هدوس عليه كده البريسيبيتيشن مثلا المطر، وبعدين هقول له سي اس في، هيبدأ يعمل لي داونلود هنا للبارامتر ده. بعدين ليكن السيرفيس بريشر سي اس في، بعدين التمبريتشر سي اس في. طيب انا خدت الحاجات دي كلها، وبعدين مثلا الويند سبيد 10 سي اس في كده، هو عمل لي داونلود للاربع بارامتر بتوعي في الوقت اللي انا محتاجه. دلوقتي هروح افتح الايه البارامترز دي، انا هحط واحد منهم على الديسكتوب واخليه معايا، وبعدين او يعني انا مسيبهم في فولدر معين. هاجي هنا افتح الاكسل، افتح ملف جديد اكسل، ملف جديد، وهاجي اقول له هنا data من قائمة الداتا، وهقول له from text، هستورد البيانات دي للإكسل. إن لو فتحتها كده هيجيبها لي بشكل مش مظبوط، هقول له import، وبعدين delimited next، بعلمهم كلهم عشان أنا مش عارف هي كومة ولا إيه بالظبط، وبعدين next، وبعدين finish. أوكي بصوا يا جماعة، يعني طبعا هو جايب لك هنا الويند وجايب لك البيانات شوية، لكن أنا اللي يهمني من أول هنا كده، من أول 14 لتحت، اللي هو جايب لك اللات واللونج، الإكس والواي، بعدين البرامتر بتاعي اللي هو البي إس اللي هو سرعة الرياح، وبعدين جايب لي السنة 90 91 92 93 لغاية 2015، وبعد كده بيبدأ حاجة تانية اللي هو تقريبا السرعة بالعقدة، وبعدين جايب لي يناير فبراير الشهور طبعا أبريل مارس وإلى آخره، وجايب لي في الآخر كمان الأنوال اللي هو المتوسط أو المعدل السنوي. يبقى دي سرعة الرياح الشهرية خلال كل سنة، وبعدين المعدل السنوي بتاعها، وهكذا. يبقى أنا كده حصلت على البيانات اللي أنا محتاجها وللمنطقة في السنة اللي أنا محتاجها، وبكده أكون وصلت للداتا اللي انا كنت تايهة علشانها او كنت مش لاقيها. طيب حاجة كمان اخيرة في الموقع قبل ما انهي الكلام عنه، يعني لو انا محتاج عندي منطقة دراسة ومحتاج لها داتا، يعني انا مش واخد مدينة، انا واخد منطقة في الساحل الشمالي الغربي لمصر، شايفين الثلاثة او الاربعة ايكونز دي الموجودة، هختار منهم اللي هي الباور ريجونال داتا اكسس اهو، وبعدين نفس اللي فاتت بالظبط، بس المرة دي على اهو اختار دي،
وبعدين هاجي بدل ما كنت باخد بوينت هاخد ايه، هاخد بوليجون. بس خلي بالك انا بقول لك 4.5 في 4.5 ديجري، يعني ما يعادل 100 بوينتس، تمام. فانا هختار الجزئية دي كده، دي اللي انا عايز لها داتا، او هكلير اظبط الجزء اللي انا عايز ادوس تاني على المربع اهو، تمام كده انا متخطيتش ال 4.5. طب افرض انا اتخطيت، هيرجع تاني ويصغر لي المساحة. طيب الداتا انا هقول له برضو من 90 ل 2015 مثلا، وهقول له محتاجها سي اس في. طبعا هنا بيديني بس امكانية ان انا اخد حاجة واحدة بس سي اس في او غيرها. هنا برضو ال 20 بارامتر بتاعتي، السيرفيس بريجر او البريسيبيتيشن او الريلاتيف هيوميديتي او الويند اللي هي سرعة الرياح عند 10 وليكن، وهكذا. واقول له سبميت تاني، هختار له معلش بدل دي هختار له اللي بعدها. انا بقول لكم الحتة دي بيبقى فيها لخبطة شوية مش مظبوطة، وبعدين هقول له سبميت. جاب لي سي اس في للمنطقة اللي أنا عايزها، هقول له سيف. بص حضراتكم بيقول لي الإكس والواي بتاع البوتوم ليفت والأبر رايت والتايم كمان اللي أنا محتاجه. أدي الباور، هقول له فتح في المجلد أو عرض في المجلد، كنترول سي، وأروح بنفس الطريقة اللي فاتت هقول له كنترول في هنا. بس عايز أشوف معاكم الداتا شكلها عامل إزاي. الداتا هيبقى شكلها عامل كده، اقول له from data، from data، وبعدين اقول له from text، from text، بعدين هاخد ده كان ده هو ده اخر حاجة import، برضو هقول delimited next، واخد دول كده مع بعض علشان هي تقريبا السبيس هي اللي شغالة يعني. نيكست فينيش اوكي. بص حضراتكم جاب لي اللات واللونج وبعدين الير وبعدين نفس الطريقة اللي فاتت، لكن اي ثينك ان هو تمام. كل دي ده خلي بالك حضراتكم، كل دي داتا الاكس نفس الاكس والواي، لكن هيغير بعد شوية الاكس والواي اهو. شوف الاكس والواي دي بقى ليها داتا مختلفة، 26 29 75. لو نزلنا تحت شوية كمان غير الداتا، 25 75 وهكذا. يعني كل دي بقى لما اخدها على الاكسل، اسف على الارك، هيرمي لي بوينت، وكل بوينت محملة بالداتا دي كلها يا جماعة. خلاص كده يبقى انا قدرت احصل على البيانات لكل اكس وواي موجودة في الجريد اللي انا عملتها، وبكده اكون حصلت على البيانات المناخيه اللي انا محتاجها لمنطقه الدراسه او للمدينه اللي انا شغال عليها او غير كده. خلاص اي استفسار او اي حاجه اعملوا لي كومنت تحت الفيديو وان شاء الله نرد عليه، واتمنى لكم التوفيق جميعا، وبفكركم ان يعني نشير على قد ما نقدر علشان كتير من زمايلنا الباحثين بيقف على هذه المشكلات. وربنا ربي يوفق الجميع، واشكركم شكرا جزيلا، والى اللقاء في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.